ميساج قوي. اهلا وسهلا متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء بالضبط بالمدينة القديمة. معنا مشجع مغربي اللي غادي يتكلم لنا على قضية الاعتداء اللي تعرض لها، مشجع ودادي غادي يتكلم لنا على قضية الاعتداء اللي تعرض لها عبد الملك عزيز مدرب رشيد البرنوسي من طرف اللاعب السابق المتهم هشام العمراني. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله، شكرا على الاستضافه. انا الراي ديالي اللي بغيت نقول على لاعب فريق الوداد، فريق الام ديالي، فريق الوداد البيضاوي، ودوز معنا كارير زوين اللي كنحيوه عليه، لعاب كبير، ديفونس زوين. كنظن على انه في الوداد خدا واحد ايديكاسيون ديال اللعاب، واحد الاحترافيه ديال اللاعب. التصرف الصادم اللي شفنا منه في حق الرئيس ديال رشيد البرنوسي، المدرب ديال رشيد البرنوسي، كنظن على ان كاس العمراني هنا غتحاول ان الكارير ديالك تلميحك، لانك لاعب واطار وطني وكتقرا التدريب تضرب مدرب. كنظن ان مدربين كبار اللي قادوا غادي يديروه كاع غوارديولا ديك ارتيتا زونترينور العالميين وما يديروش هاد اللقطه اللي داروا، قدر يكون نزاعات اللي خفاف باش تضطر انك جو بونس كسر ياك كسر ضرب كاد. فاذا قلب العمراني قلب رينغ ولا قلب بوكسين ولا قلب مواي تاي، اما كلاعب كره قدم ما كاينش الجيست هذا مع مدرب ديال رشيد البرنوسي اللي مدرب حتى هو عود كازا. حنا ولاد كازا نخشط واحد الصوره خايبه، والعمراني ما تنساش واحد الكلمه، راك لعبتي في الوداد البيضاوي، ما تنساش هذه الكلمه، راك باقي عندك السي في ديالك الوداد البيضاوي، حاول لانك ما توسخش داك الكارير اللي احترمناك عليه. وكنتمنى منك العمراني تقدم اعتذار، حيت كتبقى كره اعتذار احترافي، لعابه كبار واعتذروا، كنتمنى انك تقدم اعتذار ويمر المشكل هذا مرور اللي عادي. علاش؟ حيت العمراني تا هو كيبقى لاعب ولدنا، ومدرب ديال رشيد تا هو ولدنا، وما كنظن على انهم ديجا يكونوا لعبوا مع بعضياتهم او اصدقاء او تريناو او تفورماو في شي فورماسيون مع بعضياتهم. كنتمنى ما توصلش القضاء، دخلوا لعابه، دخلوا دي جوار محللين. واخا العمراني فرط بهذا لافاسون هذه انه ضرب، كان لي الله يضرب فمه، ولكن كنظن على ان الاعتذار من العمراني كانه كلاعب كبير غيكون صلح ان شاء الله باذن الله، لا هو لا هو المدرب ديال رشيد. وحنا دابا في واحد الهيمنه، حنا في واحد الغزو رياضي كبير اللي قايم به القجع واللي قايم به سيدنا في لا كوبا ديال الموندو ديال جميع الفئات. يعني تنبغي نقول لهم ما يبقاوش يديروا بحال هاد التصرفات، وحنا مقبلين لكاس افريقيا ومقبلين لبزاف د الحوايج، والجيران ديالنا راه كيتسناو هاد لي فويت باش يضحكوا، ما خلوش لهم الفرصه. كنتمنى من العمر اني قدم اعتذار، وهادي كتكون في كره القدم. وشكرا، تحيه للفرقه. كمل لينا وانا قلت لك كنتمنى هما كيبقاو لاعبين ديال كره القدم. انت بالنسبه لك يعني هما كيتعتبروا قدوه للاعبين يعني غير مقبول؟ والعمراني انا كنعرفو زعما شخصيا في كره القدم انه كان قدوه للعابه، وكان كابيتان، يعني كابيتان العمراني ما تنساش، راك شي قائد، يعني القائد ما كيخرج منه التصرفات هادو، يعني هو كيعتبر قدوه للاعبين الجداد، قدوه للاعبين واطار وطني، يعني غدو بعد غدا غتولي مدرب، يعني انا غنضطر على انني انا نكون مدرب ونجي نضربك كي غتجي كاستاذ العمراني او لا اللاعب العمراني، غتجيك بطريقه اللي ماشي محترفه. حنا مهيمنين على العالم في الكوره، كنتمنى من العمراني يقدم اعتذار، واعتذار عادي، انسان من لاعب كبير، وحتى المدرب ديال رشيد راه هو رياضي في دماغه، وكنتمنى توصل في القضاء، كنتمنى نوصل القضاء حيت غيكون غير معصب، حيت العمراني انا كنعرفو حتى كان جوه كان عصبي.
غيكون غاشي تم تفاهم مطراش شو واحد النهار داروا ليه ما عاد شفت تي في غا كاميرا خفيه كان غير هنا في واحد العلاق ماشي. وشكرا للعمراني اعتذر صديقي حيت راك وي راك لعبتي في الوداد واللعابه ديال الوداد راه محترفين الله يرضي عليك راه ما كيخرجش منهم التصرفات تبارك الله عليك.